موت في كل مكان. عنوان جديد يوثق واقعا مألوفا تعيشه اليمن في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية. أرقام مهولة لضحايا النزاع منذ مارس من العام 2014 حصرها تقرير المنظمة الدولية في قتل وجرح آلاف المدنيين واضطرار ما يربو على مليوني ونصف شخص إلى النزوح قسرا. خروقات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتقى بعضها إلى مرتبة جرائم حرب وفق توصيف المنظمة للقوات الحكومية والتحالف نصيب منها. لكن التقرير يظهر الفارق بين الأطراف بقصر معظم الجرائم ضد الإنسانية على قوات الحوثيين وحليفها المخلوع من خلال الهجمات العشوائية على المدنيين والاستخدام المفرط للقوة والتعذيب واستمرار إخضاع النساء والفتيات للتمييز والانتهاكات بما في ذلك فرض الزواج القسري وأحكام الإعدام. تقرير المنظمة الدولية صدر في وقت تقدم المجتمع الدولي خطوة على صعيد وضع حد لحلفاء الحرب، فأقر تمديد العقوبات على قادة الميليشيا والرئيس المخلوع ونجله عاما إضافي. أما بعد التقرير فذلك مرهون بتشكيل جبهة حقوقية تسندها مواقف دولية لرفعها إلى القضاء الدولي بهدف محاكمة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن. فالمخفي يتكشف يوما بعد يوم، والممارسات تنتقل كما يبدو في كل بقعة تشهد نزاعا مسلحا في ظل الحظر المفروض على وسائل الإعلام وقمع الصحفيين من تغطية الوقائع والأحداث. يقول تقرير المنظمة الدولية إن ميليشيا الحوثي قيدت على نحو تعسفي الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وقامت بالقبض على صحفيين في مقابل قصف الأحياء السكنية والاستخدام المفرط للقوة المميتة. الإعلام ليس وحده الممنوع، المنظمة الحقوقية المحلية كلها ممنوعة. وبحسب التقرير فإن قوات الحوثيين أغلقت ما لا يقل عن 27 منظمة غير حكومية في صنعاء. ينتهي التقرير إلى أن هذه الجرائم ضد الإنسانية هي عمل ممنهج عقابا للمدنيين وليست مجرد أخطاء حرب، وهي نتائج سياسة الإفلات من العقاب على الجرائم السابقة. تقول المنظمة الدولية على الرغم من صدور مرسوم رئاسي لتقصي الحقائق بهذا الشأن، إلا أن السلطات اليمنية يضيف التقرير لم تقم بتحقيقات وافية ومستقلة في انتهاكات الماضي لحقوق الإنسان منذ 2011.